عليكم ورحمه الله وبركاته. اليوم ان شاء الله اخواتي غادي نحضروا صفوف او سلو على الطريقه المغربيه التقليديه. تابعوا معايا الفيديو الاخر. هنا في الاول غادي ناخذ واحد الكيلو ديال اللوز اللي غادي ناخذو كنمسحو بشويه ديال المزهر بشي منديل بلا ما نغسلو ما والو، غير منديل ندير فيه شويه ديال المزهر وكنمسح به هذا اللوز مزيان. ودائما كنقول لكم البنات ملي تنبغيو نخدمو صفوف جوج حوايج مهمين جدا في الصفوف، اللوز بلدي والزنجلان يكون بلدي، من الاشياء الضروريه اللي كتخلي يعني السلو ديالنا تناكلو وتنعرفو شنو تناكلو. غادي ناخذ اللوز ديالنا بالقشره ديالو بكلشي ليه، تندير ليه واحد 3 معالق ديال الزيت، وكيف غادي تشوفوا معايا تلبسو كله بالزيت وندخلو للفران ونخليه يتحمر على خاطرو. نخليو هاد اللوز هذا يتحمر على خاطرو، حذاري انكم تحرقوها البنات، ردوا معاه البال. من بعد ما غادي يتحمر دائما الحاجه ملي تنحمروها في الفران سواء كان ديال الضوء اولا ديال الغاز، فحنا تنحمروها العافيه اللي كتكون متوسطه، يعني نقولوا مهيله، يعني 160 درجه بالنسبه لي انا فران ديال الضوء 160 درجه. كنحط لاطه الوسط، انا غادي ندير جوج لاطات، من بعد غادي نقول لكم علاش. كنحمر هذاك اللوز ديالي مزيان، غادي نخليه يتحمر وغادي ندوز الزنجلان. الزنجلان عندي كيلو ديال اللوز، غادي ناخذ هنايا عندي جوج كيلو ونص ديال الزنجلان. هاد جوج كيلو ونص خديتها انا يا محمره كيلو، هذا كيلو ونص، زدت فيهم الماء بارد شويه ديال الماء بارد. اذا كان عندكم زنجلان اللي عاد غسلتوه لا داعي انكم ديروا ليه الماء شويه ديال الماء بارد، علاش؟ غير باش هنا تيتقلى لينا مزيان. انا بما انني كنشريه بحال هكا منقي ومغسول، واخا الثمن ديالو كيكون شويه غالي، كنشريه بحال هكا صافي، وتندير لي شويه ديال الماء بارد وكنبدا في المقله اللي كتكون ثقيله اولا كاسرونه اللي كتكون ثقيله، كنحمر هاد الزنجلان ديالي مزيان. يعني انا بدل ما غادي نحمرو وندير ليه معلقه الزيت اولا جوج معالق تاع الزيت، كندير ليه شويه ديال الماء بارد، نص تقريبا واحد ربع كاس تاع الماء بارد، وكنبقى كنحمر فيه وحنا حتى كيبدا يطرطق. داك كتبدا كتسمعوا ديك الطق الطق، هذيك هي يعني بالله راه الزنجلان ديالكم تحمر مزيان. لكن البنات ردوا معايا البال من انه تحرق لكم. ودائما البنات اللي تيكونوا مبتدئات يديروا واحد اللاطه اولا واحد مثلا واحد الكاسرونه ولا واحد الكوكوت اللي تكون ثقيله وتكون كبيره، ونحمر شويه بشويه، ما نحمرش كلشي في دقه واحده. مثلا انا عندي عبارة ديال كيلو ديال الزنجلان، نحمر غير النص بالنص، ما نحمرش كلشي في دقه واحده، غادي يغلبني وغادي تحرق ليا. هانتوما اللوز كيتحمر مزيان كيف كتشوفوا، كتكون هذيك هي الحموريه ديالو، يعني ما يتحرق لينا ما والو، وتعطينا واحد الريحه اللي كتكون زوينه. هانتوما هذا هو اللوز ديالنا، هكا خاص يكون محمر مزيان لكن ماشي محروق. منين نجي نحل اللوزه ما نلقاهاش حمراء من الداخل حتى محروقه. غادي نوريكم طريقه سهله باش غادي تطحنوا، يعني سهله ما فيها لا تعقيدات لا حتى شي حاجه، تقريبا كلكم عندكم هذيك الماكينه. انا ما بغيتش، انا عرفت كنخدم بالروبو لكن ما غاديش نخدم معكم بالروبو. هنا غادي نطحن قدامكم هذا اللوز، وهو ملي كيتحمر نحاولوا مهما امكن اننا نطحنوه دافي. طبيعة الحال كاينين دابا الناس اللي سواء في اكادير، الناس اللي تيطحنوا امر في سوق الحد، ديو اللي الا بغيتو ديو ليهم اللوز ديالكم بالزنجلان يطحنوه ليكم ديوه ليهم، حتى ما تيردوه بخاليني. بغيتو تحضروه غير في البيت بحال هكا تعطيو شويه الخاطر البنات، خصوصا البنات اللي ما عندهمش لي غوبو، ما عندهمش يعني لي غوبو باش كيطحنوا غير في هاد الماكينه، ويعطيو الخاطر شويه بشويه. وهو دافي، كنأكد على هاد المساله، كنطحن يعني كنطحن كنمشي بشويه معاه بشويه معاه حتى كيولي ليا بحال الشكل ديال امنو. هذه هي المرحله ولا هذه يعني المساله الاساسيه اللي بغات دير فيه ليدا. مثلا ما عندهاش مشكل انها دير الزبده اولا انها دير الزيت، كاع ما تصدع راسها تبقى تطحن فيه امنو، طحنو تيتنيل وديرو صافي وتحيدو. يعني اللي ما عندهاش مشكل انها تاكل، مثلا دابا كنعرفوا ان الناس بزاف ولا نوبه بهذه الكيفيه غير باش كيتفاداو انهم يديروا كميه ديال الدهون، مثلا ما يديروش الزيت بزاف وما يديروش الزبده بزاف. كلشي دابا ولا تيهرب الحاجه الصحيه ولا تيهرب الحاجه اللي فيها الريجيم، الاغلبيه دابا ولا كيف ما قلت لكم تيهرب الحويجات اللي كيكونوا صحيين. لهذا ولينا تنطحنوا على هذا الشكل هذا حتى كيطلق لينا الزيت ديالو. بالنسبه كيف ما قلت لكم ما تصدحش مع السيده راسها الا ما كانش عندها شي مشكل،
ممكن تطحنو عادي تنيلو وتخليه على جنب. انا نكمل نفس الطريقه بالنسبه للوز كامل اللي عندي، وغادي نتلاقاو من بعد. غادي نوريكم واحد المساله هنايا، هذه الزرارع. بزاف الناس كيسولوني شنو هما الزرارع، انا بالنسبه لي هادو هما الزرارع. كاينين ثلاثه حوايج، كاين حبه حلاوه، كاين النافع، وكاين النافع البلدي ولا زريعه البسباس اللي معروفه، هي اللي كتكون شويه غاليه، يعني كتكون الثمن ديالها شويه مرتفع. انا معروفه نطلق عليها النافع البلدي، وما نشريوش هادوك اللي فيه الخضوريه ولا فيه الملونات. حذاري البنات، نمشيو عند الناس اللي يبيعوا هاد الاشياء هادي اللي كتكون هكا بلديه واللي كتعطينا الطعم. هذا هو النافع، كتكون حبته شويه طويله بحال الحبه ديال الكمون. المهم انا حاولت مهما امكن ان نقرب لكم. هذه كيف غادي تشوفوا معايا، هي اللي كتكون شويه غاليه، هذه زريعه البسباس اللي كتكون شويه غاليه في الثمن، لكن البنات ما نعاودش لكم، كتكون حبتها صغيره بزاف. وهذه حبه حلاوه، يعني حاولت مهما امكن اني نقربهم لكم. السيده كتنقيهم على تيسع، هادو ما تيتغسلوش، ومنين نجيو نحمروهم في الفران ما تيتحمروش، تيتحرقوا فقط، كيتصهدوا. باش كنصهدوهم شنو هي كنصهدوهم، كنخليهم يسخنوا واحد شويه وكنطفيو عليهم، اولا الا كنا مطيبين الخبز كندخلوهم للفران، وكان يعني كيكون الفران طافي كترجع لهم ديك السخونيه صافي. وتنطحنوهم، ضروري يطحنوا ويتغربلوا. الحاجه اللي غنحتاجها انا في هاد السفوف، وهاد السفوف كيف ما تبعتوا معايا البنات، هي راني كنت قلت لكم هادي في شهر واحد. سولتكم في الانستغرام شنو تندير، الاغلبيه قليا كدير السفوف، كنت ديتو لاختي يعني نفيسه. بالنسبه لهذيك الزبده فهي الزبده نوازيت، الزبده نوازيت يعني تناخذ هذيك الزبده كنطيبها حتى كيحيد منها دوك الفقاعات ما تيبقاوش يبانوا، يعني حذار يتحرقوها. يعني هذيك الزبده نوازيت كنحيدو منها داك الحليب باش هكا ما كيغمش لينا السفوف واخا يدور عليه العام. خديت كيلو ديال اللوز كيف شفتوا معايا، طحنته على شكل بخاليني حتى ولا بحال شكل ديال املو. انا زدت هنا نص كيلو ديال اللوز اخر، خديته حتى هو حمرته في الفران وهرمشته. هذا غير مهرمش، كيلو مطحون بحال املو، ونص غير مهرمش محمر حتى هو بالقشره ديالو بكلشي وغير هرمشتو. الزنجلان عندي جوج كيلو ونص، جوج كيلو حتى طحنتها على شكل كيف كتشوفوا معايا هنايا، على شكل املو يعني على شكل بخاليني حتى كتلق الزيت ديالها. ونص كيلو خليته هكاك مقلي محمر، نخليه بحال هكاك ما طحنوه ما حتى حاجه، خليه بحال هكاك. يعني في المجموع عندنا كيلو ونص لوز، جوج كيلو ونص زنجلان، مع 3 كيلو ونص ديال الدقيق. يعني هنا كميه كثيره كيف ما قلت لكم، انا حتى كنت باغا المناسبه. بالنسبه لهذوك الزرارع اللي وريتكم بثلاثه، خديتهم طحنتهم نيلتهم غربلتهم، خديت منهم 6 المعالق، حتى غربلتهم عاد عبرت 6 المعالق. سكر كلاصي 300 غرام، 300 غرام ديال السكر كلاصي. المهم بالكاس تقدر تعكم واحد جوج كيسان ديال العنبه، وهنا الحلاوه نتوما كتحكموا فيها، زيدوا ولا نقصوا تيبقى لكم الاختيار. انا ما غاديش ندير العسل، العسل تيكور ليا السفوف، وانايا كيف قلت لكم باغاه السيده، يعني هنا ما درت لا عسل لا والو، درت سكر كلاصي. وعندي 6 المعالق كبار ديال القرفه بلديه، قرفة قولوا للعطار ديالكم القرفة تكون بلدية، كطحنوها حتى تكون منيلة. معلقة صغيرة ديال هذا، هذه المسكة حرة. وعندي الدقيق، هانتوما غادي تشوفوا معايا الدقيق، عندي 3.5 كيلو ديال البندق، الدقيق ديال البندق. شناهو أزنبو أولا البندق اللي تيتباع، هو داك الشعير اللي تيكون مقلي هو خضر. أنا هذا هو باش خدمت اليوم، بغيتو ديروا الفورس ديروا، بغيتو ديروا الفورس مثلا، انا باغا محتاجه 3.5 كيلو، فانا كندير 4 كيلو ولا 5 كيلو ديال الفورس قبل نعبرها، قبل ما نحمرها، نعبرها قبل ما نحمرها.
يعني لان الفرص شويه مني يعني من الاحسن انا مني العبار ديالو ما نعبروه، يعني نعبروه قبل ما نحمره، ديما كنزيدو واحد نص كيلو ولا كيلو، ديما خاصو يكون زايد. بغيتو ديرو الشوفان ديرو الشوفان، بغيتو ديرو الدقيق ديال القمح ديرو الدقيق ديال القمح، انتوما واللي بغيتو البنات، انتوما واللي بغيتو، تيبقى لكم الاختيار. حاجه اللي نوصي عليها، الملحه كنديروها البنات مني كنحمروا الدقيق، سواء كان فورس سواء كان شوفان سواء كان الدقيق ديال القمح، ضروري البنات الملحه كنحمروها مع الدقيق، حتى الشوفان ملي تبداو تحمروا فيه رميو معاه واحد شويه ديال الملحه قبل ما تطحنوه، يعني الملحه كنديروها انا كشويه مني كنخليوها حتى للخر كتبقى كتغزز لهذا، وكتجينا جهه مالحه وجهه لا، خصوصا الا ما كانش مدلوك مزيان، لهذا تنقول لكم الملحه ديروها مني كتكونوا كتحمروا الدقيق. هاد البندق راه كيتباع 35 درهم الكيلو، انا خديته شريته ب 35 درهم الكيلو. كاين تقدروا تلقاوه عند الطاحونات كيبيعوه، تقدروا تلقاوه عند الناس اللي كيبيعوا لوازم الحلويات، راه حتى هما تيبيعوا الدقيق، خصوصا يعني كاين موجود، الا سولتوا عليه راه كاين موجود. والبنات اللي في اكادير راه كاينه الكوفيا، راه حتى هي راه كتخدم نفس الشيء كيف ما كيخدم هاد البندق، حتى هي كتعطي البنه زوينه، حتى هو راه قمح مقلي. كناخذ دابا هاد البندق ديالي اللي هو الدقيق ديال الزرع، ملي كنقول الزرع ماشي هو الشعير، هو الشعير، الشعير اللي تيكون مقلي وهو خضر. عندي هنايا دابا كناخذ واحد البانيه وتندير فيها هاد المكونات كامله، ما نعرفش لكم البنات المذاق خطير خطير، يعني مادام اللي كلا ما نعرفش لكم، انا ديتو الاسبوع وصراحه اللي كلا اللي كلا تيسول على داك السفوف، يعني خلى الناس بكل صراحه كيسولوا على المذاق ديال داك السفوف، هذا هو المذاق ديالو، يعني هذاك الزرع ما نعاودش لكم كيعطي واحد البنه خطيره خطيره جدا. ان شاء الله البنات راه الا كان في المستطاع شريوها البنات، الا عندي الا كان في المستطاع ديالكم شريوه وخدموا به السفوف ديالكم، تاكلوا تعرفوا شنو كليتوا. ما بغيتوش نتوما ديروا سكر كلاصي، باغين شي حاجه اللي هي صحيه ديروا العسل الحر، لكن نصيحه مني، نصيحه مني خدي اختي هنايا، مني تبغي تخلطي السفوف ديالك وتبغي ديري فيه الزبده ولا ديري فيه العسل، ما تخلطيش كلشي. قياسك اللي غادي تاكلي في سيمانه ولا غتاكلي في 10 ايام بالزيت وبالزبده ولا بزيت العود اللي كنتي بغيتي ديريه ديري اختي، انا ما نقولش لك ما ديري زيت العود، يعني السيده اللي بغات شي حاجه صحيه ماشي نقولها ما ديري زيت العود، انا شخصيا ما تنديرش زيت البلديه في سفوف، ما تنديرش كاوكاو، هاد الجوج انا ما تنديرهمش، لكن الناس اللي تيديروهم كل واحد الاذواق لا تناقش، كل واحد يدير داكشي اللي مولف وكل واحد يدير داكشي اللي تيعجبو. بالنسبه كيف قلت لكم اللي غدير العسل الحر ولا العسل اللي بغاتيه باش تخلط، ما ديرش ما تخلطش كلشي، لان العسل هو اللي تيكور السفوف، لهذا السيده تخلط غير الكميه اللي بغات هي. هنا طبيعه الحال كنخلط كلشي دوك المكونات ما عدا الزنجلان اللي خليته صاين واللوز اللي هرمجته وخليته على جنب. صافي هنايا تنبدا تندلك مزيان، تندلك مزيان يعني هذوك المكونات كلها. الزبده ما غاديش نقول لكم شحال، انا درت نص كيلو ديال الزبده من نوعيه جيده اللي كتكون فيها واحد النسبه يعني ما تكونش فيها، لانه كاينه الزبده من نوع جيد وكاينه اللي كتكون فيها الحليب، لهذا الا جيتو تذوبوها نوازيت غير ما غاديش نص كيلو غيخرج لكم واحد الكميه قليله، لهذا تنقول لكم حاولوا تاخذوا الزبده ما يكونش فيها الحليب بزاف. صافي هنا تندلك مزيان داك الصفوف ديالي كيف كتشوفوا معايا، انا نعطي الخاطر جاكم كثير اللي بغيتوا تدوزوه في العجانه ما تدوزوش كامل غيهرس لكم المس، لهذا حاولوا تدوزوا غير شويه بشويه، لان انا عندي كميه كثيره، حاولوا ما امكنكم تدلكوا حاجه بحاجه ولا يعني تدوزوا حاجه بحاجه، من بعد ما كتدلكوا كيتعلق كتزيدوا داك هذاك اللوز اللي حمرنا بالقشره ديالو نص كيلو خليته بحال هكاك مهرمش، نص كيلو ديال الزنجلان حتى هو مقلي. صافي هنا تنبدا تنخلط، اللي غيقول لي واش ممكن ندير القرقاع، انا يا شخصيا الا كنتو غادي ديروا القرقاع كنتي غدير نص كيلو ديال القرقاع، صبري وديري شويه ديال النوازيت حسن، من الاحسن ديري النوازيت اللي هو البندق احسن من القرقاع، لان يعني القرقاع بكل صراحه الطعم ديالو شويه مجهد، بالاضافه لان تيغمل الصفوف،
لهذا تنقول لكم الناس اللي غيسولوني حيت داك العام كيقول لي واش ممكن نديروا الكركاع، كنتي غادي ديري نص كيلو ديال الكركاع اختي، ديري انت ربعه ديال النوازيط وحمريها حتى هي في الفران، حيدي لها القشره ديالها طحنيها وخليها غير مهرمشه بحال هكا باش تعطيك المذاق احسن من انك ديري الكركاع. هذا هو الصفوف ديالنا. من بعد ما تدلك وقف قلت لكم راه خرج لي تبارك الله راه درا كميه كثيره، لانني مستعمله تقريبا راه 3 كيلو ونص ديال الدقيق على كيلو ونص ديال اللوز على 2 كيلو ونص ديال الزنجلان. انا شويه جهدت الزنجلان لان تيعجبني فيه المذاق ديالو، تيخرج المذاق ديالو سيرتو الا كان بلدي، ولا كان مقلي كيف ما قلت لكم عطيو الخاطر يتقلى بوحديتو، يعني شويه بشويه سيدة تمشي معاه تيتقلى ويولي طرطق باش يعطيكم يخرج البنه. ديما تنقول لكم راه السفوف هو الزنجلان، قد ما تقلى يخرج لكم البنه زوينه، ولا صبرتو شويه وشريتو شي حاجه بلديه راه كيكون احسن والد. يعني ها من الاشياء الجميله جدا اللي كتعطي البنه في السفوف هي الزنجلان. صافي هادو هما الفيديو ديالنا اللي قلت لكم هاد السفوف هذا كان يعني درتو في السابع ديال اختي، وصراحه انا كما قلت لكم راه عجب الناس بزاف 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 الناس اللي ذاقوه، وكل وعدتهم قلت لهم انا غادي ننزل الفيديو اللي بغاه يتفرج فيه، وان شاء الله يكونوا حتى هما من المتابعين واللي غيشوف السفوف. كنتمنى لكم اخواتي فرجه ممتعه، عشركم بركه مسعود، الله يدخل عليكم الصحه والسلامه وكل ما تمنيتو يا رب. خليت لكم راح يرحلكم قبيله بحول الله.